طبعا كلنا حاسين وشايفين وعارفين ان المسرح القومي الفتره دي بيعيش حاله من النشاط. مين بقى اللي ورا الموضوع ده؟ هنعرف حالا. النهارده بينورنا وبيشرفنا النجم الجميل كلنا بنحبه، النجم احمد شاكر. اهلا بيك شبكه تلفزيون الحياه. اهلا بيكي، منورينا في المسرح القومي النهارده. ما شاء الله انتوا عاملين شغل حلو جدا، وارش كومبليكو لكل العروض اللي بتتعرض، واختياراتكم كمان للروايات والنجوم. عامل ايه استاذ احمد في الموضوع ده؟ يا الناس محتاره عايزه تعرف انا عامل ايه بالظبط. الحمد لله طبعا رب العالمين. الواحد جه في مكان انا مقدره جدا وعارف قيمته وشفته في عصور مجده، وبنحاول ان احنا نستعيد هذا الرقي وهذا المجد وهذه القوة الناعمة للفن المصري. احنا في مكان المسرح القومي، جهة انتاج عمرها 99 سنة، السنة الجاية ان شاء الله مئوية. جهة انتاج لم تتنازل يوما في تقديم المستوى الراقي الذي يليق بالشخصية المصرية والعربية. فأنا حطيت كل المعاني دي قدام عينيا وشفت كبار النجوم هم واقفين عليه وبيعملوا أعظم الأعمال، وفكرت بشكل مختلف. مش بالضرورة أبدا أن أنا أستنسخ نفس الموضوعات، لأن ده كان بيمثل ثقافة هذا العصر في فترات التألق في الأربعينات وفي الستينات، ولكن النهاردة أنا بحاول بنفس الفكر وبنفس الطريقة اللي هم حققوا بيها العمق مع الإبهار مع المضمون مع الروعة في الأداء، أن أنا بنفس المعاني دي أطبقها على العصر اللي احنا فيه. بنختار نصوص بحس أن الجمهور النهاردة محتاج يشوفها. احنا اخترنا مسرحية المتفائل، بنقدمها في عام مصر فرنسا، عام ماكرون السيسي، وبنمد جسور التعاون ما بين مصر وما بين فرنسا من خلال مسرحية عالمية. وعشان نبعد عن الشكل التقليدي خرجنا من فكرة اللغة العربية المفخمة وعاملينها باللغة العامية، وجايبين نجوم كل واحد بيفاجئ الحقيقة في دوره بشكل رائع، معتمدين على الاستعراض، معتمدين على الموسيقى، على الإبهار، على الكوميديا. فالحمد لله عاملين تقريبا كامل العدد، بنعلق يافطة كامل العدد من أول يوم، وده شيء جديد يعني بقاله كتير جدا غايب عن المسرح القومي الحمد الرواية لله. كمان غير كده هي انتوا عملتوها بشكل مصري حلو قوي. لازم طبعا أحيي كمان الملابس معمولة حلو قوي. المسرحية لكل أفراد الأسرة زي ما بنقول، بييجوا يستمتعوا، بيشوفوا تمثيل حلو، بيتحكوا، بيشوفوا عروض. انت كم بقيت مهتم بالحاجة الميوزيكال؟ يعني أنا أقدر أقول إن المسرح القومي بالإمكانيات اللي موجودة قادرين تقدموا حاجة شكلها حلو كميوزيكال كمان. طبعا عناصر الإبهار النهاردة اتغيرت. المسرح التقليدي الكلاسيكي طبعا ليه جمهوره وليه عشاقه، ولكن احنا النهاردة عايزين يهمنا قوي الشباب. المسرح شيء مهم جدا في استعادة وعي وثقافة وإدراك الشاب المصري. المسرح بيعمل له حماية من الاختطاف الذهني، سواء في التطرف أو في الانحراف أو في أي شكل من الأشكال السلبية، لأنه بيحس بكم من التواصل رائع ما بينه وما بين الممثل اللي واقف على خشبة المسرح. المؤثرات وجدانيا بيحس كده أنه طلع رحلة معانا، رحلة نفسية وروحية. فلازم جدا نهتم بكل التفاصيل اللي بتبهر العين والودن، وبنشتغل قوي على الديتيلز. وأهم ما في المسرح، ودي بقى يمكن أنا بذلت فيها مجهود كبير جدا وحاجة الناس ما تقدرش تلمسها بإيديها ولكن تحسها، فكرة الروح. يعني إحنا لما بنعمل تلفزيون أو سينما، إحنا ممكن مثلا نبقى قاعدين وبعدين مع كلمة ستوب كل واحد منا بيفكر بيمسك الموبايل بيفصل. المسرح ما ينفعش، مسرح مختلف تماما. عالم المسرح محتاج شحنة معنوية من أول يوم بنعمل فيه بروفات قراءة مسرحية لحد آخر ليلة عرض. وعشان أحافظ على ده مع عدد من العاملين، يعني تقريبا حوالي 150 عامل وبعدين زيهم تقريبا من الممثلين والعاملين في المسرحية، إن الواحد يحافظ على هذه الروح اللي الجمهور أول ما بيخش من باب المسرح بيحسها، كان هو ده المجهود الكبير اللي فعلا أنا كنت مركز فيه. والحمد لله الروح دلوقتي أكتر من رائعة. اشتغلت على المسرحية قد إيه؟ المسرحية الحقيقة كانت قرفتها حلوة جدا، لأنه الـ 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 يعني عايز أقول كل واحد في مكانه. كمان من النجوم المخلصين جدا للمسرح. أستاذ سامح ده ممثل ليه طعم جميل والناس حبيته قوي في التلفزيون، وهو كمان من عشاق المسرح وكان ليه تجارب كتير، ولكن بينور على مسرح الدولة بعد مسرحية كان عملها قبل كده في مسرح الدولة، ولكن هنا بينور بشكل مختلف تماما على خشبة المسرح القومي، وهو مقدر قوي الفرصة دي وفرحان بيها وبذل مجهود رائع. المخرج طبعا إسلام إمام، مخرج من المخرجين الشباب الواعدين، الفنانة سهر الصاغي الجميلة اللي تألقت مفاجأة. يعني هي سهر بقالها فترة نقدر نقول إيه
منوره يعني هي جواها امكانيات كمان اكبر من كده اعتقد. هي السنين من اول الجايه هتبقى من النجمات المهمه دي حقيقة. انا شفتها وهنا في المسرحيه هي عامله شو حلوه قوي يعني كله بيقول لك هي دي سهر بجد. انا شفتها في ام كلثوم كانت معانا في مسلسل ام كلثوم وكانت بتنبئ فعلا بممثله واعده وهي من الناس اللي بتشتغل على نفسها جدا وبتعرف ازاي تفكر في الدور صح وبتخش له صح وعندها مناطق تلوين في الاداء وفي الصوت. فأنا عايز أقول كل الممثلين اللي في العمل مفاجأة حتى شباب المسرح القومي اللي طبعا الحقيقة أنا بتشرف بأن عندي مجموعة من الشباب في المسرح القومي رائعين. كل حد في هذه المسرحية بذل أحلى ما عنده ولذلك الحمد لله النتيجة أكتر من رائعة. اشتغلت عليها قد إيه؟ معرفتش؟ اشتغلنا حوالي يعني هي بقى لها حوالي 4 شهور شغل متواصل وقبل كده التحضير بقى حوالي مثلا 2 شهر كمان. مفروض هتفضلوا تعرضوا لغايه امتى؟ ان انا عارفه اكيد حضرتك حاطط عينيك من دلوقتي على الروايه اللي هتتعرض بعدها كمان. طبعا انا عامل بروجرام يمكن 3-4 روايات يعني حوالي 2.5 سنين لقدام ودي حاجه جديده على المسرح القومي ما كانش يعني بتحصل ان حد بيحط بروجرام زي المسارح. انا بصيت ان انا ازاي اخلي المسرح القومي زي المسارح القوميه على مستوى العالم. فكره التحضير وفكره المواعيد ولكن انا شايف ان الروايه اللي بتنجح واللي الجمهور بيقبل عليها وبيحبها لازم اديها فرصه واديها مساحه. في معيار مهم جدا جدا شباك التذاكر وانا حريص دايما اعمل المعادله الفنيه التجاريه وليس الفنيه فقط. انا ضد الفن اللي بيتعالى على الجمهور وملوش جمهور وبس بيقدم بس ثقافه وفكر عالي زياده عن استيعاب المواطن. لا انا عايز الفن الراقي وفي نفس الوقت الفن الناجح اللي بيترجم من خلال شباك التذاكر. في نفس الوقت المواكبه النقديه والكتابات والاهتمام من كبار الكتاب والنقاد واساتذه المسرح اساتذتنا ده برضو بيفرق معايا جدا في تقييم العمل من استمراره أو عدم استمراره. فأنا شايف أن طول ما المسرحية محققة الجانبين لازم طبعا تاخد فرصتها ولازم تقعد على خشبة القومي وده نجاح بيحسب لنا ما فيش كلام. أسعار التذاكر أنا عارفة أن هي أسعارها يعني معقولة. دي نقطة جميلة. أنا عايز أقول مسرح الدولة وبحيي بلدنا أنها تقدم خدمة ثقافية تكاد تكون شبه مجانية. الأسعار عندنا من أول 30 جنيه تذكرة سهرة على مدار مثلا 2.5 ساعة من أمتع ما يمكن في مسرح شكله جميل جمال من أرقى مسارح الوطن العربي. الكراسي شكلها حلو المسرح نفسه شكله عراقة فيه بروح كده يعني عايزة كنتوا تخشوا مسرح القومي تحسوا بتتفرجوا على فيلم كده جميل زي الأفلام كنا بنتفرج عليها الأبيض والأسود. احنا بنرجع للزمن الجميل وبنرجع للرقي وبنرجع للشياكة وبنرجع لثقتنا في نفسنا وفي بلدنا في قوتنا الناعمة والنهاردة احنا عندنا معالي السفير السعودي وعايز اقول كل الشخصيات العامة حريصة انها تبقى في المسرح. كمان الجانب السعودي بالفن المصري ومتمثل في ان هو طبعا السفير السعودي يكون موجود وبيحضر عرض دي حاجه طبعا مشرفه لينا ودايما بنقول ان فنانيننا هم فعلا القوه الناعمه اللي عندنا. هي مصر بدات المشوار من 99 سنه في هذا المكان مسؤوليه كبيره قوي ست قدها وقدود الحمد لله. بإذن الله. وانا سعيد جدا بان في استثمار في الثقافه حتى في القطاع الخاص. سعيد برؤوس الاموال العربيه اللي بتتوجه نحو صنع فن حقيقي ومسرحيات ذات قيمة. أنا بفخر طبعا أن المسرح القومي أنتج مسرحية الملك لير للدكتور يحيى الفخراني وسعيد برضو بأن هذه المسرحية بتستمر في القطاع الخاص من خلال استثمار سعودي. فهي الفكرة احنا محتاجين ننور منطقتنا العربية. احنا لو في تنافس احنا بنتنافس للأحسن والنهاردة انا آمل ان الفن المصري الذي عازف منفردا لسنوات طويلة جدا يطلع جنبه فن مسرحي وسينمائي وتلفزيوني من كل دولنا العربية بنفس المستوى وأحسن لان في الاخر ده كله لمصلحة الشعب العربي بيحمينا من ان احنا نقع في براثن التشاؤم والسلبية والإحباط والتطرف. لما نحس ان احنا بنقدم فن بيدي للناس امل في بكره بيدي للناس تفاؤل بيدي للناس ثقه في بلدها وفي تاريخها. الشباب كمان بيطلع طاقه عنده في حاجه ليها معنى وليها مش كلام. فانا عايز اقول انه حمايه لما كان زمان في مسرح في المدرسه ومسرح في الجامعه كان بيحقق للشاب حاجه مهمه جدا يمكن احدث دراسات علم النفس النهارده بتتكلم عنها اسمها ذا نيد تو بي ريكوجنايزد انه يحس انه هو موجود وانه ليه كيان.
ده لما يستغل في شيء إيجابي له علاقة بالفن والرقي والإحساس أحلى بكتير جدا ما إنه يستغل في إن هو يا إما ينحرف ويشيل مطوى أو يشيل سلسلة ويبقى متطرف أو جنزير ويضرب الناس أو يجبرهم على سلوكيات خاطئة. فأنا بقول إن الفن مهم جدا والمسرح أحد أهم روافد الثقافة المصرية. أكيد. اطمنا دلوقتي على المسرح القومي، عايزة بقى أعرف أستاذ أحمد شاكر الفنان بقى عامل إيه؟ أنا عارفة إن المسرح القومي واخد كل وقتك. أنا وقعت في يعني فخ، أنا كنت فاكر إن المسألة سهلة. المسرح القومي مسؤولية كبيرة وكان محتاج بذل مجهود كبير، لأن أنا بحرك ميارة كده بغير يعني طريقة شغل، بحط سيستم وده بيستلزم طبعا تفرغ. أنا كنت فاكر إن أنا يعني هيبقى عندي وقت مثلا ممكن أجي مثلا يومين في الأسبوع ثلاثة كفاية، واكتشفت إنه كل يوم مش كفاية وعدد ساعات طويلة جدا. مفيش شك إن ده بيعطلني كممثل، وأنا شايف إن التمثيل ده أرقى يعني حاجة أنا بمارسها، وبجوار طبعا هذه المسؤولية الكبيرة، ولكن في الآخر الممثل ممثل. بس أنا عندي حلم إن أنا أحط هذا المكان على التراك الصحيح ونرجع تاني استعيد الأمجاد الكبيرة. وبعد كده أعتقد لو أنا يعني رجعت للتمثيل وسبته، اللي جاي بعد مني هيبقى عليه مسؤولية إنه يكمل بنفس القوة وبنفس الكفاءة. وبرضو بحاول إن أنا لو لقيت عمل يشجعني قوي قوي إن أنا أوفق ما بينه وما بين المسرح، إدارة المسرح القومي، وده مجهود كبير جدا، بس في الآخر التمثيل هو اللي هيكسب. ممكن نشوفك على خشبة المسرح القومي؟ أنا شفت الفنان الكبير محمود ياسين وهو مدير عام المسرح القومي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وهي مديرة عام المسرح القومي بتمثل في مسرحيات المسرح. كده بسأل حضرتك. فأنا ما عنديش أي مانع، مجرد إن أنا يعني يبقى فيه ثقة إن هذا الدور بيقدمني بشكل مختلف وجديد، وإن ما ينفعش حد يعمله غيري، وفي أنا هخلي نفسي آخر واحد. لو حسيت فعلا إن في شيء أنا ممكن أقدمه هو يعد إضافة وقيمة لمكتبة المسرح القومي، طبعا ده شرف لي إن أنا أشارك فيه. مبسوطة جدا جدا بجد بنشاط حضرتك في مسرح القومي. انا جيت حضرت قبل كده عرض كان بتاع استاذ انتصار واستاذ احمد سلامة، وكان برضو استاذ احمد شاكر مهتم بكل التفاصيل، يعني هو بيبقى واقف معانا من اول الباب وبيبص على الجمهور. الجمهور طبعا بيجي بقى مبسوط جدا هو بيشوفه وبيسلم عليه. انا عندي مشكله ان الجمهور بيسيب صالة العرض ويطلع يتصور معايا ورا، شايفين نحل الممثلين بيزعلوا. لا ما اكيد برضو مقدرين وعارفين يعني ايه الاهتمام. يعني انا شايفه ان حياتك واقف على كل تفصيله، انك مهتم، عشان كده ما بتقول انا مش عارف اعمل حاجه تانية ومش عارف اصيف. انا عرفت منه كام قبل التصوير وما بقاش عارف يصيف، فهم يستحملوا شويه في البيت، عشان هي مسؤوليه كبيره جدا عليه. المسرح القومي اسمه وتاريخ، والحمد لله هو فعلا الفتره اللي فاتت فتره قليله بس هو عمل فيها بصمه كبيره. بتمنى لك يا رب كل التوفيق الفتره الجايه، وعايزين نشوفك برضو، احنا بنحبك كممثل برضو، عايزين نشوفك في اعمال. لا ما اقدرش اتاخر عليكم، وان شاء الله يا رب كده في اقرب فرصه يبقى في عمل بنفس قيمه الاعمال اللي عملناها وبنفخر بيها، وان شاء الله نبقى دايما عند حسن ظن من الجمهور سواء في المسرح او في السينما او في التلفزيون. شكرا. احنا بنصور اغنية عمري ليها دلوقتي من ألبوم قابل بقى، اخراج سامي بصوت، هي كلمات اسلام خالد ولحن وتوزيع اسلام زكي، ميكساج وماستر مهندس خالد رؤوف، ده فريق عمل الاغنية. الاغنية اغنية رومانسية بحتة، فيها حالة رومانسية، هي اغنية يعني slow first dance. سامي يعني احنا اشتغلنا على فكره مع بعض، وانا وهو وهاله، هي هاله يعني هي مراتي اولا، وهي ماسكه شغلي وهي كرييتيف دايركتور معانا، هي حاطه افكار في الكليبات وكلنا بنقعد نفكر مع بعض، احنا كلنا اصحاب. فقعدنا مع سامي وقعدنا نعمل افكار كتيره وطلعنا بفكره مختلفه، مش عايز اقولها طبعا دلوقتي لانه هي الفكره في الفكره، يعني لو انا قلتها هتبقى اتحرقت. بس هي اغنيه رومانسيه وفيها افيه كده في الاخر غريب شويه، بس ان شاء الله يعجب الناس. احنا هنصور يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ثلاثة فيديو كليبس، وفي فيديو كليب تاني، يعني احنا عندنا تقريبا المجموع خمس كليبات. انا عندي ثلاث اغاني في الترند، عندنا فجأة اختفت، عندنا لسه حبيبي بستناك، وعندنا الفرصة مش سعيدة. تلات أغاني دخلوا الألبوم، بقاله تلات أيام نزل، فالحمد لله إن أنت تدخل في الترند من أول يوم أو تاني يوم، دي حاجة بالنسبة لي كانت حاجة مهمة جدا وحاجة أنا يعني مبسوط بيها. طبعا حب الناس ده حاجة كبيرة، والناس تبقى مستنياك وتدخل تدور عليك وتشوفك، ده حاجة يعني أكيد أكيد يعني أي حد بيتمناها، أنا بحمد ربنا عليها. فجأة اختفت هي كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق. أغنية دراما بحتة، فلامينجو لعب فيها معنا جيتار أحمد حسين.
وبرضه مهندس خالد رؤوف، والميكس احنا فريق عمل واحد. اغنيه يعني بتلمس، تعرف الاغاني الدراما بتلمس قوي الشعب المصري، اكتر حاجه بيحب الاغاني الدراميه، فهي دراما وفيها كلام يعني مختلف. لسه حبيبي بستناك برضو دراما، والفرصه مش سعيده برضو دراما. لسه حبيبي بستناك هي كلمات محمد مصطفى ملك ولحن احمد يوسف وتوزيع زوم. وبرضو لو هنتكلم، هو الالبوم كله الحقيقه من ميكس وماستر مهندس خالد رؤوف. الفرصه مش سعيده هاني صارو والحاني وتوزيع برضو زوم، وبرضو خالد رؤوف، ومعانا احمد حسيد. يعني احنا كلنا عارف نفس الشله. الاغاني الحمد لله الثلاثه بينافسوا في الترند، والثلاثه عارف دي تطلع النهارده دي تلاقيها سفقتها دي بكره كده، فده حاجه انا مفرحاني ان كلهم اغنياء وكلهم في البوم واحد. فانا بحب طبعا التمثيل، وان شاء الله لو في حاجه كده هعملها، بس حاجه اهم حاجه تكون كويسه وتكون محترمه، وحتى لو قد كده بس تكون اضافه يعني ليا. وده اهم حاجه، ان الفيدباك اللي يجي لك انك عامل حاجه محترمه، زي ما انا جالي فيدباك على الالبوم انك عامل بجد حاجه محترمه ومقدم محتوى محترم يحترم المستمع اللي مستني يسمع. الجمهور هو اهم حاجه في حياه اي فنان، الفنان من غير جمهور ما يعملش اي حاجه، لانه زي بالظبط يعني الجمهور عامه هو ليه دور في كل حاجه، حتى في الكوره حتى في المسرح حتى في السينما حتى في كل حاجه. الجمهور هو اهم حاجه، هو رقم واحد. فطبعا انتوا مش يعني اكيد عارفين انا بحبكم قد ايه، واكيد عارفين انا مستني دعمكم قد ايه، ومبسوط باللي انتوا يعني بتقولوه عليا على السوشيال ميديا وعلى كل حته، وسعيد بيه وبشكركم جدا. ومهما شكرتكم من هنا للسنه الجايه مش هوفيكم حقكم يعني. ان شاء الله يعني احاول ما اتاخرش، بس هو موضوع التاخير ده والله بيبقى عشان نعمل محتوى محترم، لان التسرع ساعات بيخلي الواحد يعمل حاجات مش حلوه قوي. بس فان شاء الله قريب نعمل حاجات تانية، وانا مبسوط ان انتوا نورتوني، واشوفكم تاني ومتجمعين دايما على خير.